السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز، فيه شوية مزايا حلوة، زي مثلا إن أنت عايز تعمل ملخص للنص، فبتكتب النص هنا وتقول له لخصهولي، فبيلخصهولك، وأنت ممكن تقول له إيه طب لخصهولي على هيئة نقط، فيبدأ يعملوا لك على هيئة نقط. طيب شوف لي الجرامر وهكذا، يبدأ يعمل لك تشيك للجرامر بدل ما تبعت المقال والدكتور يقول لك كلام مش ظريف يعني، فتبدأ تفحص الجرامر، لو في اي حاجة يبدأ ينبهك ليها. برضو في ارتكل ري رايت، يبدأ يعيد صياغة المقال، تبدأ تديله المقال وتقول له عيد الصياغة بتاعتها، فيبدأ يكتبها لك، يبدأ يشوف الكلمات المرادفات ويبدأ ان هو يعملها بشكل كويس. بلوجاريزم اللي هو بيتأكد ان المقال دوت مش مقتبس من مقالات تانية، دي بتبقى مهمة جدا في الرسائل العلمية، لكن ما ننصحش الصراحة ان انت تعمله على موقع، لان ممكن الموقع ده ياخد الكلام دوت ويبيعه او كذا، يعمل لك مشاكل بعد كده. فيا ريت يكون برنامج جامع شرياء وموثوق فيه. طبعا الجرامر تشيكر شفناه وهكذا، دي اهم المزايا اللي موجودة في الموقع.